بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم بعمادة القبول والتسجيل بجامعة شقرة، ونشكر لكم هذا الحضور وهذه الاستضافة. بالنسبة للقبول بإذن الله تعالى هذا العام ولله الحمد تم تدشين وفتح بوابة القبول للطلاب. البوابتين طبعا بوابتين مختلفتين، البوابة البنين هي بوابة موحدة لجامعة شقرة مع جامعات منطقة الرياض، جامعات منطقة الرياض، وأما بوابة البنات فهي بوابة مستقلة لطلبات الالتحاق على جامعة شقرة. تستمر هذه البوابات يعني حسب الجدول الزمني لمدة ما يقارب، يعني تختلف البنين على البنات. البنين يعني تغلق البوابة بتاريخ 22 إن شاء الله من هذا الشهر، والبنات ستغلق بإذن الله تعالى 28 أيضا من هذا الشهر. البوابات حقيقة سهلة جدا، سهل التعامل معها، سلسة جدا، يعني نهيب من الطلاب والطالبات الدخول على البوابة، قراءة الشروط، تتبع آلية التقديم، الحرص على حفظ الرغبات أو ترتيب الرغبات ترتيب منطقي وفق رغبة الطالب، والتأكد من حفظ هذه الرغبات. بعد هذا، بعد ما يحفظ الطالب رغباته، يقوم بتأكيد الرغبات وينتظر حتى تتم عملية الفرز وإعلان النتائج التي ستكون بإذن الله تعالى للبنين في بداية شهر ذي القعدة اللي هو اليوم الأول من شهر ذي القعدة، أما البنات ستكون إن شاء الله في اليوم الثامن في 8 من شهر ذي القعدة. بعد هذا تأتي مراحل أخرى يعني يتبعها الطالب في الجدول الزمني وتأكيد القبول وخلافه. الشيء المهم اللي يعني نرغب نذكره أيضا أن الطالب بعد قبوله بإذن الله تعالى لا يستلزمه مراجعة الجامعة، لا يستلزمه إرسال أي وثائق، جميع البيانات موجودة لدينا في البوابات، نستقيها من نظام نور بالنسبة للثانوية، هو اختبار القدرات واختبار التحصيلي، البيانات الرسمية للطالب، فقط ما على الطالب هو إدخال سجل المدني وتظهر لجميع البيانات. نقطة مهمة أيضا نذكرها للطلاب اللي هو عملية تأكيد الرغبات، تأكيد القبول بعد ظهور النتائج. بعد ظهور النتائج يستلزم من الطالب دخول على البوابة مرة ثانية ويؤكد قبوله. في حال الطالب لم يؤكد قبوله، حقيقة بكل أسف يعتبر قبول الطالب قبولا ملغيا، وإن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ونتمنى يعني أو نسعى جاهدين حقيقة في عمادة القبول والتسجيل بتلبية جميع رغبات أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات. بالنسبة للشروط حقيقة هي شروط عامة ومعايير للقبول. الشروط العامة هي معروفة لدى الجميع، أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة، أن يكون الطالب لديه اختبار قدرات، أن يكون الطالب لديه اختبار تحصيلي لمن يرغب الالتحاق بالكليات اللي تطلب السنة التحضيرية للكليات الطبية بأنواعها وكليات الهندسة والحاسب، هذا يتطلب فيها تحصيلي. النسب حقيقة هي نعم لكل تخصص موجود هو الحد الأدنى من النسب أو من المعيار، وهي موضحة حقيقة في البوابة بشكل مفصل ومتطلباته. مثلا الكليات تطلب سنة تحضيرية الحد الأدنى فيها أن يحصل الطالب على نسبة 80% مركبة، الحاسب الآلي 75، بقية الكليات 70 مكافئة، وهكذا. الشروط أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة، أن لا يكون قد أمضى أكثر من 5 سنوات، أن يكون لائقا طبيا، حسن السيرة والسلوك، غيرها من الشروط يعني العامة التي يعني هي متوفرة ولله الحمد في أغلب المتقدمين لدينا. حقيقة الجامعة وبتوجيه حقيقة مباشر معالي مدير الجامعة أستاذ دكتور عوض بن خزيم الأسمري، يعني تسعى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات وفقا للطاقة الاستيعابية للجامعة. هذا العام بإذن الله سنقبل ما يفوق أو ما يقارب 6000 طالب وطالبة في جميع التخصصات، لكن في هذا العام سنكون إن شاء الله في عام استثنائي في قبول الطلاب في التخصصات النوعية التي يتطلبها سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، كالتخصصات الطبية، الطب، التمريض، التخصصات الهندسية بأنواعها، التخصص الحاسب الآلي، والتخصصات الأخرى كتخصص الإدارة والقانون وغيرها من التخصصات التي يطلبها سوق العمل بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للعدد، إن شاء الله سوف يكون يعني
أكثر من 6,000 وما يقارب 6,000 طالب وطالبة بإذن الله تعالى. والله ما في يعني تعليق نهائي، يعني الأمور الحمد لله. نتمنى حقيقة لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب قبولا ميسرا وفق رغباتهم، وفق إن شاء الله تطلعاتهم لخدمة هذا الوطن. نقطة بسيطة أريد أن أشير عليها حقيقة، وهي بأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، هو قراءة شروط القبول، قراءة بتمعن والتأكد من الرغبات وترتيب الرغبات فيها. وهذا كله يعني أني أؤكد على أن يعتمد الطالب على نفسه اعتماد كلي في هذا التسجيل. حقيقة في الأعوام السابقة يردنا بعض الملاحظات أن الطالب يوكل من لغيره بمهمة التقديم خلال البوابة. حقيقة في بعض المراكز الخدمات الطلاب التي تقدم هذه الخدمة، وهي حقيقة حنا لا نراها أبد، يجب على الطالب بنفسه الدخول على البوابة، لا سيما إذا علمنا أن هذه البوابة متاحة للطالب من جميع الأجهزة، من جميع أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكفية اللوحية، الجهاز، حتى أجهزة الجوالات، كلها متاحة يستطيع الطالب التقديم من خلالها. الطالب إذا أوكل هذه المهمة لغيره، يعني صادفنا في حقيقة في الأعوام السابقة وخاصة بعض مراكز الخدمات التجارية التي تقدم هذه الخدمة بمبالغ نراها أنها حقيقة عالية بالنسبة للطالب، وهي لا سيما أن هذه الآلية التي يستطيع الطالب التقديم منها لا تأخذ من أكثر من 5 إلى 10 دقائق. قراءة الشروط وقراءة الرغبات، تسجيل البيانات لا تأخذ من الطالب أي شيء. لا بد أن الطالب أن يعتمد على نفسه اعتماد كلي، يرتب رغباته حسب رغبته. فهذه نقطة أردت الإشارة إليها، أن الطالب يعتمد على نفسه شخصيا في هذا التقديم. نعم يعتمد، يجد يعني شخص آخر يقوم بالمساعدة له في مشورته في تحديد تخصصه. نحن على أتم الاستعداد حقيقة في تقديم المشورة لأي طالب، في مساعدته من حيث التقديم. يعني أبوابنا مفتوحة، مكاتبنا مفتوحة، الإيميل نتواصل مع الطلاب منه مباشرة. فهذه النقطة حقيقة هي التي أردت التأكيد عليها. والنقطة السابقة التي ذكرناها أن إن شاء الله بعد القبول أنه لا يستلزم الطالب مراجعة الجامعة، سيصل إن شاء الله بإذن الله القبول على برسالة نصية SMS على جواله، مبين فيها رقمه الجامعي وكيفية دخوله على البوابة الأكاديمية له في الجامعة بإذن الله. بلا شك يعني هذه حقيقة، نعم لدينا يعني حسب التوجيهات، وهو أقل ما يقدم لهم حقيقة أبناء شهداء الواجب حقيقة في القبول، وهذا ما عملت فيه الجامعة في الأعوام السابقة. لدينا حالات ونستقبل جميع الحالات، ولا نتطلب منهم سوى مجرد إشعارنا بأنه من أبناء الشهداء أو من ذوي الشهداء حسب ما نصل عليه التعميم الوزاري في ذلك. فأبدا هذا أقل ما يقدم لهم. وكما ذكرت لك، لنا حالات سابقة في الأعوام السابقة، في العام الماضي كان لهم معاملة خاصة، في العام الذي قبله أيضا، في جميع حالات يكون لهم معاملة خاصة. إن قدم على البوابة وقبل وفق رغبته فالحمد لله رب العالمين، إن لم يقدم فأبدا أنا موجود في المكتب، وأبدا في أي حياه الله، إما في الحضور إلى مقر الجامعة أو إرسالها عن طريق وسائل التواصل لنا، وهو على إيميل الخاص أو على إيميل العمادة. فهذه فيها حقيقة غالية علينا، وأقل ما يقدم لهم حقيقة سيد عزيز.